أنيسة البرقادي مديرة مجموعة مدارس أحمد عثمان بن دلال الإدريسي بقصبة مهدية. لي مدرسة عمومية تتواجد بمدرسة القصبة، عندها يعني تلاميذ بالجنسين. بالنسبة لنا هذا النهار كاين واحد الافتتاح ديال الحفل اللي منظمه المديرية الإقليمية بشراكة مع جمعية الجسر. هذه الجمعية الجسر اللي يعني عطات واحد 10 ديال الحواسيب بالمؤسسة بهذه المناسبة هذه. يعني التلميذ غادي يبقى يتعامل مع الحاسوب وشنو هما الأجزاء ديالو، ويعني وباش هذاك الهوة الرقمية ولا يعني التلميذ يستأنس بها. كان نوجه جزيل الشكر للمديرية الإقليمية اللي دارت هذه الالتفاتة للمؤسسة ديالنا، وكذلك كنوجه الشكر الجزيل لجمعية الجسر اللي تهما تاحوا الفرصة للمؤسسة. وكنتمنى أنهم يجدوا يشتغلوا على آفاق أخرى اللي كتخدم التلميذ بصفة عامة. الحضور ديال السيد العامل هو تشريف لنا، هو يعني كيعبر على مدى الاهتمام ديالهم بالمدرسة العمومية. كما تنعرفوا يعني بالنسبة لنا هذا شرف كبير. هذا هو اللي كاين. وفاء البرنيم زوار مديرة العامة ديال جمعية الجسر. هاد القافلة سميتها ابن بطوطة دونك، واكتشاف بوس تنديرو دونك حافلة الاكتشاف. الفكرة ديالها هي تتمشي في المدارس العمومية، طبعا أكثرية زون أوربان بيري أوربان والرورال أكثرية، وتتمشي بزاف ديال الأوراش معها على الأول على القراءة، هذه مهمة، على لي سيونس وعلى الديجيتال. دونك من تنوصل للمدرسة الفكرة هي تجي بحال شي حاجة تدير واحد الديناميكية في المدرسة وطبعا تيكونوا اوراش حيت عندنا اون ايكيب دانيماتور تجي في هذه الحافله. هي سي با حافله تجي بحال تعطي الكتوبه فقط ولا شي كله، لا تجيب لي زانيماتور ديالها وكلهم تيكونوا تي انيميو دي بروغرام دي اتوليي مع الاطفال على هاد لي ديفيرونت تيماتيك انكور اون فوا ديال لا ليكتور. Je suis Nawel Benalel, la responsable du pôle éducation et parrainage pour l'association Partenariat École Entreprise LJSER. La mission de l'association est de renforcer les capacités de l'école publique par des activités parascolaires dans les écoles où nous intervenons, mais aussi de réinsérer des jeunes via des programmes employabilité. Aujourd'hui, nous sommes ici dans une école à Mehdia Kenitra pour inaugurer le bus de la découverte qui a pour mission de rapprocher les enfants de la lecture, des sciences et de l'environnement et du digital. Les trois axes de travail sont la lecture. Nous arrivons avec un don de livres et les enfants vont pouvoir bénéficier de deux ateliers grâce à nos animateurs expérimentés, soit en lecture, en gestion de bibliothèque de classe, soit en sciences et environnement, soit en digital. Nous avons aussi équipé l'école en salle informatique grâce à des ordinateurs revalorisés par nos ateliers Greenship et qui ont été installés grâce à nos apprentis en maintenance informatique. Nous voyons dans tout le Maroc, essentiellement dans les écoles publiques. La tournée du bus commence à Kenitra, mais va se poursuivre dans tout le Maroc. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.